من الجنوب اللبناني رامز، مرحبا بك. كان هناك استهداف قوي لجيش الاحتلال اليوم لمناطق مختلفة في النبطية والبقاع، بالتحديد النبطية، قضاء النبطية بشكل عام، وهناك أعداد كبيرة من الشهداء أيضا. أطلعنا عن آخر التطورات في النبطية وأيضا بلدة القوزح وتلك الاشتباكات البرية بين عناصر حزب الله والتوغل البري لقوات جيش الاحتلال. صحيح بدر، هيئة الأزمة أو خلية الأزمة الصادقة المنبثقة عن الحكومة اللبنانية تحدثت عن 138 غارة جوية اليوم تركزت بمعظمها على محافظتي الجنوب اللبناني والنبطية. الغارات الأعنف شهدتها مدينة النبطية، حيث شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارات على سوق المدينة وكذلك على مبنى البلدية وأيضا على مبنى السرايا في هذه المدينة والذي يضم خلية الأزمة. هذه الغارات الإسرائيلية العنيفة أدت إلى استشهاد 16 شخصا بحسب حصيلة وزارة الصحة اللبنانية، وجرح أكثر من 54 شخص كانوا في هذه المدينة وهذه المباني، من بينهم رئيس البلدية وأعضاء في البلدية وعنصر في الدفاع المدني، وكانوا يتابعون أعمال الإغاثة في هذه المدينة للسكان الذين لم يتمكنوا من المغادرة. إشارة إلى أن مدينة النبطية هي من أكبر التجمعات السكنية في الجنوب اللبناني. إضافة إلى هذه الغارة تركزت غارات أخرى عنيفة سواء في الدوير على مجمع أيضا تجاري بشكل مباشر، وكذلك الأمر كان هناك غارة على بلدة جوية أدت إلى سقوط أيضا عدد من الشهداء، ولدى توجه فرق الإسعاف وتحديدا أيضا الصليب الأحمر اللبناني استجابة لنداءات الاستغاثة. أيضا عاودت هذه المقاتلات الحربية واستهدفت هذا المبنى ما أدى إلى جرح مسعفين تابعين للصليب الأحمر اللبناني بحسب البيان الصادر عنه. إضافة إلى ذلك استمرت هذه الغارات وعنفت أيضا في الساعات الماضية لا سيما على قرى الحافة الأمامية، نتحدث عن الطيبي، الحول، أحولة، العديسي، وكذلك كان هناك سلسلة من الغارات على بنت جبيل. إضافة إلى ذلك كانت محاولات التصدي للمحاولات الإسرائيلية البرية للتسلل في أكثر من محور نشطة ومستمرة، أعلن حزب الله أنه تصدى لها وتركزت بشكل أساسي وخيضت مواجهات محمومة بحسب حزب الله عن مسافة صفر في مركبة وأيضا في محور رب 30 مركبة في القطاع الشرقي استخدمت فيه الأسلحة المتوسطة. كذلك كان هناك استهداف من قبل حزب الله لمحاولة إسرائيلية للتسلل من منطقة رامي تحديدا في القطاع الأوسط، واستهدف هناك دبابة ميركافا. وأكد الحزب في سلسلة البيانات هذا تعليقا على هذه المواجهات على الشريط الحدودي وفي هذه القرى الحدودية إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين بين قتلى وجرحى. إضافة إلى ذلك عزز حزب الله من استهدافاته لهذه التحشيدات الإسرائيلية والتعزيزات على طول الشريط الحدودي في يفتاح وأيضا مسكاف عام وأيضا مرابد مدفعية في دلتون وديشون. إضافة إلى هذه العمليات، عمليات التي تجري على الحدود اللبنانية، استكمل حزب الله إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه صفد لمرتين، وأيضا استهدف كرمائيل. إضافة إلى ذلك كان هناك أيضا تركز للقصف المدفعي في أقصى القطاع الشرقي، نتحدث عن منطقة العرقوبة على قضاء على بلدات شبعة وكفر شوبة، وكان هناك معلومات وردت إلى مختار البلدة عبر اتصال بضرورة إخلاء هذه البلدة. تعمل القوى الأمنية اللبنانية كانت على التحقق من صحة هذا الاتصال الذي ورد إلى هذا إلى مختار البلدة. إضافة إلى ذلك يستمر في هذه الأثناء القصف المدفعي في القطاع الشرقي. وأيضا كان هناك أعلنت وزارة الصحة حصيلة اليوم لعدد الشهداء منذ بدأ العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2000، وصلت هذه الحصيلة إلى 2367 شهيد و 11,000 جريح جراء هذه الغارات وهذا العدوان الإسرائيلي منذ ما يقرب أو نعم. منذ عام على بدء هذا التصعيد منذ 8 أكتوبر الماضي. كل شكر لك رامز القاضي من حصبية من الجنوب اللبناني إلى الجليل.